أول من تعلم السحر على يد إليسا شخصيا، وأول من ادعى الألوهية، وقد نشأ النمرود في أرض بابل. وكما نعرف أن أرض بابل هي من أعظم الحضارات الموجودة على مر التاريخ، كان النمرود واحدا من أعظم الملوك الذين حكموا الأرض القديمة. آتاه الله من كل شيء، فكان عصر النمرود معروفا بالرخاء والازدهار، فكان ذا ملك عظيم وقائد جيش جبار تخافه كل جيوش عصره. فكان النمرود لا يقبل بفكرة أن هناك ملكا غيره في الأرض، فكانت الأرض كلها تقع تحت قبضته ويقول: أنا إلهكم وإله الأرض. وكان شعب بابل يعبدون الكواكب والشمس، وكان النمرود يعبد الأصنام، ثم جعل صنما لنفسه، ثم جعل نفسه إلها وطلب من شعبه أن يعبدوه. من هو النمرود؟ هو النمرود بن كنعان ابن كوش ابن سام ابن نوح عليه السلام، وقد استمر ملكه 400 سنة يحكم شعبه بالحديد والنار. والنمرود أحد ملوك الأرض الذين حكموا الأرض ومن عليها، وقد ذكر عن مجاهد قال: ملك الدنيا مشارقها ومغاربها 4، مؤمنان وكافران، فالمؤمنان سليمان بن داود وذو القرنين، والكافران النمرود بن كنعان وبخت نصر. وكان النمرود ملكا جبارا متكبرا كافرا بالنعمة، مدعيا الربوبية والعياذ بالله. كان يحكم العالم من مملكته في بابل في العراق، ويقال إنه أول من وضع التاج على رأسه، وأول من تعلم السحر في الأرض على يد إبليس شخصيا، وبنى أحد عجائب الدنيا 7 هو برج بابل العظيم. وقد ولد النمرود في وقت مجهول من التاريخ. كيف بدأت قصة النمرود مع إبليس؟ قبل أن يصير النمرود حاكما للأرض، وكان في عصر أبيه كوش، كان يتمتع بالترف والمال، وكان يحلم بأن يصير حاكم الأرض وما عليها. وفي يوم من الأيام كان النمرود يغتسل وحوله مجموعة من النساء، فدخل عليه رجل أحدب ذو ثياب سوداء. استغرب النمرود عن كيف دخل هذا الرجل إلى القصر وحتى إلى الحمام، فقال الرجل الأحدب للنمرود ساخرا منه: أأنت من ستحكم الأرض ومن عليها وتقوم النساء بغسل كفه؟ غضب النمرود غضبا شديدا وأمر بقتله على الفور. وبعدما قتله الجنود أمرهم النمرود بقتل كل النساء الجوار التي كن موجودات حوله بسبب الكلام الذي سمعه من الرجل الأحدب. وعندما صعد النمرود إلى غرفته وجد نفس الرجل الأحدب، فتعجب النمرود وقال له: لقد أمرت بقتلك منذ قليل، من أنت؟ فقال: أنا أمير النور يوم خلق النور، فإذا أردت أن تحكم الأرض وما عليها يجب أن تراني على هيئة الحقيقية. فتجسد بصورته الحقيقية، فكان الشعر يكسو جسده، وكان عظيم البنية، وكان هذا الرجل الأحدب إبليس. وأمر إبليس النمرود أن يسجد له مقابل إعطائه القوة، فكان هذا لقاء النمرود مع إبليس، هو أول لقاء تعهد فيه إنس ببيع روحه إلى جن في تاريخ الأرض مقابل السلطة والنفوذ والقوة. فسجد النمرود، ثم أخذ إبليس يعلم النمرود السحر وكيف يسحر الناس ويحكم الأرض. وبعد أن تعلم النمرود السحر أمره إبليس أن يقتل أبيه حتى يتسنى له حكم البلاد والتوسع في حكمه أكثر. وبالفعل تخلص النمرود من والده كوش الذي كان يوفر له كل أنواع الترف، ليصبح بعد ذلك ملكا جبارا متسلطا وساحرا ماردا، حتى أمر أهل مملكته بالخضوع له بصفته الإله. وقد صنع لنفسه تاجا ذهبيا عظيما، وكان النمرود أول من وضع تاجا على رأسه، وفكرة التاج اقتبسها من ملوك الجن، وقال عندما وضع هذا التاج الذهب على رأسه: نحن ملوك الدنيا المالكون لما فيها. ويقصد بنحن هنا نفسه وإبليس. وظلت مملكة النمرود تغزو الممالك حتى أصبح النمرود ملك الأقاليم 7. إبراهيم والنمرود. كان النمرود يملك كل القمح والطعام في البلاد، فكان الناس يخرجون ويختارون من عنده من الطعام ليأكلوا. فخرج معهم مرة سيدنا إبراهيم عليه السلام ليختار من الطعام مثل الناس، وكان هذا الملك يمر بالناس فيسألهم: من ربكم؟ فيقولون: أنت ربنا.
حتى مر بسيدنا إبراهيم عليه السلام فقال له النمرود: من ربك؟ فقال له سيدنا إبراهيم: ربي هو الذي يحيي ويميت. قال له النمرود: أنا أحيي وأميت، أقتل من شئت وأستحي من شئت، فأدعه حيا لا أقتله. وأمر النمرود برجلين حكم عليهما بالموت، فأطلق سراح الأول وقتل الثاني. فقال له إبراهيم: إن كنت صادقا فأحيي الذي قتلته. فصمت النمرود لوهلة، وقال النمرود لإبراهيم عليه السلام: وماذا يفعل ربك أيضا؟ فغير إبراهيم عليه السلام حجته، وذلك من فطنته عليه السلام. فقال إبراهيم: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فأحس النمرود بالعجز واندهش من ذلك، وقد بيّن الله لنا هذا في كتابه الكريم فقال: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. كان حديث النمرود مع سيدنا إبراهيم أمام الناس، ولم يرد النمرود أن يقتل إبراهيم في ذلك الوقت حتى لا يظهر ضعيفا أمام الناس، فرد النمرود سيدنا إبراهيم عليه السلام عن الطعام ولم يعطه شيئا. فرجع إبراهيم عليه السلام ومر على كثيب من الرمال فقال: ألا آخذ من هذا الرمل فآتي به أهلي فتطيب أنفسهم حين أدخل عليهم؟ فأخذ منه وأتى أهله ووضع متاعه ثم نام، فقامت زوجته لتجد في متاعه أطيب أنواع الطعام وأجوده، وصنعت له منه وقدمته إليه فقال: من أين هذا؟ قالت: من الطعام الذي جئت به. فعلم أن الله رزقه فحمد الله. ثم ذهب إبراهيم عليه السلام إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله، يدعوهم إلى عبادة الله وترك عبادة النمرود والأصنام، ولكن لم يسمع من قومه أحد. وفي أحد الأيام، وبينما كان قومه يحتفلون خارج المدينة، ذهب سيدنا إبراهيم لأصنامهم وكسرها كلها إلا الصنم مردوخ، وهو الصنم الكبير لديهم، فتعجب القوم وقالوا: يا إبراهيم، من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. وقد بيّن الله لنا هذا في كتابه الكريم فقال: قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وكان سيدنا إبراهيم من الذين لم يخرجوا للاحتفال مع القوم، وكان دائما يدعو آلهتهم الأصنام بالسوء وأنها لا تضر ولا تنفع، لذا كان كل الشك متجها نحو سيدنا إبراهيم. فتعجب منهم سيدنا إبراهيم وقال لهم: لقد فعلها كبير الأصنام فاسألوه. وقد بيّن الله لنا هذا في كتابه الكريم فقال: قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجع القوم إلى رشدهم قليلا، ثم قالوا لإبراهيم: كيف للصنم لا يستطيع التكلم والتحرك أن يفعل هذا وهو لا ينفع ولا يضر أيضا؟ تعجب منهم سيدنا إبراهيم من قولهم هذا، فإذا كيف يعبدون هذه الأصنام ويعبدون النجوم والكواكب؟ وبين الله لنا هذا في كتابه الكريم فقال: فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون.
قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ثم أخذوا سيدنا إبراهيم إلى النمرود، وكانت هذه الفرصة الثانية للنمرود للثأر من سيدنا إبراهيم، فأمر النمرود الجنود أن يحفروا حفرة كبيرة ويحرقوا سيدنا إبراهيم فيها، فجمعوا حطبا عظيما وأشعلوا نارا شديدة، ولما أوقدوها نارا ألقوا إبراهيم فيها بالمنجنيق وتركوها مستعرة. كانت نارا عظيمة هي أعظم نار أوقدت على ظهر الأرض، نورها يرى من آخر المدينة. تركوها أياما حتى انطفأت، فهرعوا إليها ليجمعوا رماد الرجل الذي تجرأ على الآلهة، فوجدوا أن النار لم تمس سيدنا إبراهيم نهائيا بأي أذى، وقد صور الله سبحانه عز وجل هذا بما قاله في القرآن الكريم: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فاندهش النمرود لقوة إبراهيم ضد جبروته وقوته وغضبه من إبليس. غضب النمرود غضبا شديدا، وكان غضبه موجها ناحية حليفه الذي وعده بالقوة والملك. فذهب النمرود إلى إبليس وقال له: أين القوة التي وعدتني بها؟ وكيف لهذا الشاب أن يتحداني أمام رعيتي؟ فأنا لم أجد تلك القوة التي وعدتني بها. فقال له إبليس: القوة هي أنك ملك الأقاليم السبعة، ولا يوجد بشري إلا ويرتعد عند ذكر اسمك، وعائلات كاملة من الجن تأتمر بأمرك. في هذه الحالة استشاط النمرود غضبا شديدا، لأن الناس رأوا ضعف النمرود وقوة إبراهيم، ولأن بعض القوم آمنوا بسيدنا إبراهيم. فقال النمرود لإبليس: أين كانت تلك القوة المطلقة التي تدعيها أنت؟ وكيف لنار مستعرة ألا تحرق إنسيا من لحم ودم؟ قال إبليس: لأنه شيطان مثلي. إبليس لكي لا يشعر النمرود أن إبراهيم نبي مرسل من الله قال له: إنه شيطان من ضمن الشياطين. فقال النمرود: حقا؟ أتقصد شيطانا أعظم منك؟ ثم إننا كلنا نعرف إبراهيم ونعرف أباه آزر النحات، ثم ما الذي يملكه إبراهيم ولا أملكه أنا ولا تملكه أنت؟ قال إبليس: هو فقير لا يملك شيئا إلا الحيلة، والحيلة هي التي أنجته من النار. قال النمرود: أنت كاذب، وأقسم أني قاتلك وممزقك إربا فور أن أجد تلك القوة التي يملكها إبراهيم. وأعلن النمرود تمرده على حليفه إبليس. فبعد أن تمرد النمرود على والده بقتله، وتمرد على الله بالكفر وادعاء الألوهية، وتمرد على الكواكب التي يعبدها قومه، وجعل لنفسه صنما وإلها ليعبده الناس، وتمرد على كل الأعراف والأخلاق بطغيانه ودمويته وتجبره، وعتى في البلاد عثوا كبيرا. بعد كل هذا أعلن في النهاية تمرده على من علمه السحر، أعلن تمرده على إبليس. فالنمرود من التمرد، وكان النمرود هو أمير التمرد بلا منازع في تاريخ الأرض. كيف مات النمرود؟ أرسل الله ملاكا من الملائكة يدعو النمرود ليؤمن بالله ويبقى على ملكه، ولكنه قال: وهل هناك رب غيري؟ فجاءه ملك ثان فرفض أن يؤمن، ثم جاء ثالث فرفض أيضا، فقال له الملك: اجمع جموعك في 3 أيام. فجمع ذلك الجبار جيوشه وجموعه، فأمر الله أن يفتح عليه باب من البعوض، فمن كثرتها أكلت من لحومهم وشربت من دمائهم، فلم يبق إلا العظام، وكذلك لم يبق إلا الملك نمرود الجبار، فلم يصبه شيء، ولكن بعث الله عليه بعوضة دخلت في أنفه ودخلت إلى دماغه وظلت في رأسه، فلا يهدأ النمرود إلا إذا ضرب بالمطارق والأحذية. وظل النمرود يبكي ويتعذب بالبعوضة وطنينها،
ويوما بعد يوم، وكان يطلب من جنوده أن يضربوه بالمطارق المصنوعة من حديد على رأسه. وظل النمرود يتعذب لسنوات طويلة، ويقال إنه تعذب 400 سنة يضرب بالمطارق والنعال حتى تهدأ البعوضة. وهذا هو نفس عدد السنوات التي حكم فيها، فعاقبه الله 400 سنة أخرى من العذاب والخزي والذل عن طريق بعوضة صغيرة، حتى مات النمرود جنونا من كثرة الضرب على رأسه. وهذه هي قصة أعظم رجل وملك حكم الأرض ومن عليها. وفي النهاية يبقى الملك لله الواحد القهار. وفي النهاية إذا أردتم قصصا وحقائق عن ملوك الأرض مع الأنبياء والملائكة، اتركوا في التعليق.